لو اقدر اتحصل على الفلوس اللي بره مصر. ايه؟ هو انت يا سيدي الناس عندك فلوس بره مصر؟ فلوس كتير، تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي، فدادين؟ تجي لها كام فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي، حسابك معايا جه وقته. اوف، سد نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ايه جبنه وبسطرمه. جبنه وبسطرمه؟ ده ايه العك ده؟ اني عايز لانشون على بسطرمه. والله عنده حق يزعل سيدياب. ده ايه العيله اللي بيعملوا في بعضهم كده دي؟ ده تكون قرف عيله من التنه. محمد بيه. طاهر المستهيف فين؟ استقال يا باشا، بقاله سنة وزيادة ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ يا باشا استقال. أي خدمة؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش إلا في الأجازات. ما أنا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمة سرية، أصل طاهر بيه أخويا دي مسؤول كبير جوي في الداخلية. لا والله. إيه أمال؟ ده الداخلية كلها بتعمل له ألف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشي أنا تحت أمر سيادتك، يعني لو عايز منه أي حاجة أنا ممكن أتوسط لك عنه. لما يجي دي له الكارت ده، خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي، ضابط شرطي. يا سناسوخي، أنا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحلل. وصلتني إخبارية بتؤكد إن في شحنة أسلحة جديدة اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعة التحرك، ضبط الجناة، مصادرة الشحنة. أنا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان أعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده أخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا علوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسألك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي، قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. محمد بيه؟ أنا طاهر المصطهي. أيوة أنا قلت كده والله. طمني يا باشا، حسام بيه أخباره إيه؟ ربنا يفك سجنه. أنا تحت أمرك. أنا كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص، نتقابل هناك الساعة 6. سلام يا باشا. يا ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ انا من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش اي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، انا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وانا هعس، واي حاجة هعرفها حاجة اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. اي معلومة تعرفها تيجي تقولي على طول يا طه. اوامرك يا باشا. بقول لك ايه يا فوكس، فك من الكآبة اللي انت فيها دي، بهت علينا. الله، احنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف اضحك تاني. فيها يا جنرال بقى؟ نتحزم من رؤوس لك؟ فكها دقيقة وهتعدي يا رجالة، متعملوش هم، ناموا انتوا ريحوا بس. مفيش حاجة اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه؟ هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه؟ اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق، لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رجالة. صحيح، الناس معادي ما تعرفهاش الا لما تعاشرها.
على رأي المثل تعرف فلان يعرفه عشرته لو ما عشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريان. يلا رجاله تصبحوا على خير، ريحوا. احكي لي يا دياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايش كان برك رصاص مسدس في راسك. ودلوقتي هي الوقت نبعثك انت وهو للاخر عشان تسلموا على ابويا واخويا كامل كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا دياب. انا كده ولا انت رايح في داهيه؟ وما تنسوش هي اللي واخد حقنا بالاعدام. انتهت على روحكم. انتهت على روحك يا دياب. حد كده كفايه قوي. اخرتك هتبقى الليله ولا يدك. قبل ما تعمل كده اكون طخك بالنار وفرتك دماغك دي ونسلم جدتك الحكومه واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هدار هدار يا عمي، وانتوا اللي عاوزين تاكلوني لحمه الملعب. هاجني وانت اخوي. دلوك دلوك افتكرتني وانت اخوك. الجرابه حاجه وشغل حاجه ثانيه يا ولد منصور، وانتوا اول من شرع العرف ده، انت وابوك واخوك. فاكر ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم ولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعاملوا ربي اصله. احنا ما حصلناش عندكم انفار حد. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. وقدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك. وانت يا همام اكده عين العدل، عشان اكده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا واد منصور، الماضي خلاص راح واتدفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده أكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك أجرة نفر. كيف؟ كيف أنا اللي بجيب البضاعة؟ مش واقفة عليك. في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعة، ولا الحوجة ليك. هو أنت مش مقدر ضعفك ولا إيه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا أقوى منك؟ هتعيش. يا واد منصور هنسيبك تعيش. بس أوعى تخرج عن طوعنا. لو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغ عنك الحكومه. فاهم؟ حاضر يا عمي. حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم.